السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. استفحال آفة الفساد وصلت مراحل متقدمة في الحكومات السابقة حتى اتسمت بسرقة القرن اللي هزت أركان الاقتصاد المحلي للبلد، وإجت اليوم حكومة الخدمات لتضع الحد أمام نخره لجسد الدولة، وجعلت مكافحتها من أولى أولوياتها في البرنامج الحكومي، فبدت باستبدال المقصرين من المسؤولين المتنفذين الذين ثبت عليهم مؤشرات إهمال وبعضهم فساد. واليوم المطالبات النيابية أدت بدلوها لتفعيل قانون من أين لك هذا اللي يسهم بتقويض الفساد وملاحقة الفاسدين. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن نداء الانفصال الصادر من بين جبال السليمانية وحلبجة يبحث عن مساحة بلورة لهذه المقترحات بعد تطورات الأزمة بين أحزاب الشمال. فرضية الانفصال وطفوها لسطح التوترات تدل على عمق المشاكل العالقة خلف الأبواب المؤصدة ووصولها حد القطيعة في كثير من الملفات الداخلية مرة وأخرى في طريقة التعامل مع بغداد. غير أن مسار الذهاب لهذا الخيار وخطوات الحصول على الخصوصية ليس معبدا بالمرة، فأربيل بحزبها الحاكم تنظر لهذه الخطوات أنها ابتزاز. هذه ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابع حظ من حصادنا لهذه الليلة ونناقشها ويا ضيوفنا الكرام. تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. نتحدث اليوم في ملفنا الأول عن المطالبات بتشريع قانون من أين لك هذا اللي يهدف إلى تعقب ورصد ومحاسبة الأشخاص اللي كونوا ثروات كبيرة على حساب أموال الشعب العراقي دون أن يكون لديهم مصدر شرعي وقانوني لتلك الأموال، ليضع القانون حدا إلى الفساد الكبير ولجم الفاسدين بامتثالهم أمام القانون. مشاهدي الأحبة نتابع هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. خطوات ملاحقة الفساد والقضاء على تلك الآفة التي نخرت جسد الدولة بمفاصلها لا تزال في بداية المسير، بالوقت الذي وصفها المراقبون بالتحركات الإيجابية في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن هذه الخطوات لم تكن ملموسة ولا ملحوظة من قبل، إلا أن حكومة الخدمات وضعت في برنامجها الحكومي اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين. فالمطالبات النيابية تتجه صوب تفعيل قانون من أين لك هذا، كونه يضع الأسس الرصينة لتمكين الدولة من حماية المؤسسات الحكومية من استشراء الفساد فيها تجنباً لتكرار سرقة القرن. لكن المراقبين يرون أن هناك معرقلات من تشريع هذا القانون داخلياً وخارجياً لمعارضته المصالح الشخصية، وبالتالي ينعكس سلباً على اقتصاد تلك الدول. أما المتابعة الفعلية من قبل الجهات الرقابية ضرورة تحد من خطوات الفساد التي يمارسها بعض المتنفذين داخل إطار المؤسسات الحكومية لتحجيم الفساد وتقويضه دون التأثير على الاقتصاد العام للبلد، لتكون الحد الفاصل في حسم موضوع مكافحة جائحة الفساد بصنفيه الإداري والمالي الذي يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار السياسي والاقتصادي. نهى الشمري، الأيام. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذه الملف، ورحب بضيفي الكريمين أستاذ سعيد ياسين موسى الناشط في مجال مكافحة الفساد. أهلا بك أستاذ ياسين. أهلا دكتور سعيد. وكذلك أرحب بالأستاذ محمد الربيعي المحلل السياسي ضيفا كريما، حياكم الله. أبدأ مع حضرتك أستاذ سعيد، نتحدث عن من أين لك هذا، هاي العبارة تكررت كثيرا في الحكومات السابقة بصدد تشريع قانون، والمبررات جدا كبيرة، المواطن أيضا يتساءل، المقبولية الاجتماعية لهذا القانون كبيرة جدا، ولكن ثمة سؤال، يعني مثل هكذا عبارات وهكذا قوانين كيف من الممكن أن تطبق بشكل عملي، وكيف من الممكن أن تمرر لتقر، وبالتالي الموجود من يقر هذه القوانين هو أيضا لربما لا يريد بطريقة أو بأخرى تمرير هكذا قوانين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك دكتور أحمد وجناب دكتور محمد الربيعي والمشاهدين الكرام. حقيقة موضوع جوهري، ابتداءً
علينا أن نعلم بأن هنالك التعديل الأخير لقانون هيئة النزاهة هو جزء بيك يعني ملاحقة الكسب الغير المشروع، يعني موجود في قانون هيئة النزاهة يحتاج إلى تطوير. نعم أكو هناك تعديل مقدم من هيئة النزاهة إلى مجلس النواب، وحقيقة هذا الموقف النيابي أخذ تحية، وأتمنى عليهم أن يبدأوه في بلجنة النزاهة. ماذا كان ماذا عن قبل 2003 وماذا بعد 2003؟ يعني في كشف الذمة المالية ماذا كان يملك وماذا يملك الآن؟ هذا سؤال مهم يعزز ثقة الجمهور بمجلس النواب، وحقيقة مبادرة وأشهد على أيدي الأخوة النواب اللي عملوا من أجل تفعيل هذا الموضوع. إجراءات هيئة النزاهة لحد الآن قد تكون غير معلنة، ولكن كمراقبين هنالك ابتداء مجلس النواب بحدود الثلث لم يكشف عن الذمة المالية، حتى من الممكن يصير التحقق، الثلثين حوالي الثلثين كشفوا عن الذمة المالية، وهناك خمسة نواب ثلاثة نواب يراجعون لعدم تطابق الأرقام بهذا الموضوع، وهذه حالة عادية. يعني هاي نقطة. النقطة الأخرى، هنالك 95 ملف يتعلق بأفراد هم تحت شبهة الكسب الغير المشروع، ولم يتمكنوا بالإجابة على السؤال من أين لك هذا لحد الآن. هذه النقطة، يعني بمعنى أكو عمل. الجانب الآخر هو تفعيل قانون المخبرين من خلال مبادرتين لهيئة النزاهة بالإعلان عن استهداف مؤسسة ومؤسستين كرقابة للجمهور من أجل أن يبلغون، وفعلا تم الإبلاغ ولهم مكافأة بهذا الباب يعني وفق القانون. هذا آخر المعلومات. أما الملاحقة، حقيقة نحتاج إلى دعم وتعديل قانون هيئة النزاهة، بالإضافة إلى وضع ملف الوظائف الأكثر عرضة للفساد على طاولة التطبيق. هنالك بحدود 37 وظيفة ولجنة حكومية، وجنابك أعرف مني بتفاصيلها، 37 وظيفة وبحدود 13 لجنة حكومية. هذه الوظائف واللجان هي الأكثر عرضة للفساد. طيب، هذه اللجان والوظائف لما تكون أكثر عرضة للفساد، مجددا حياكم الله أستاذ محمد الربيعي، عندما نتحدث عن الفساد في العراق فأصبح من الواضح وبتصريح جهات حكومية وجهات مؤسسات الدولة تقول بأنه محمي سياسيا، الأموال المسروقة تحولت لعقارات، تحولت لاستثمارات. هل تعتقد في هذه الحالة بأن تلك الحماية وتلك المظلة من الممكن إمكانية الوصول لمن عبث بمقدرات وأموال البلاد بهذه السهولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناة الأيام. من المعروف أن آفة الفساد هي آفة خطيرة جدا، وتعتبر أكبر مرض ينهش في جسم الدولة والمجتمع، فلذلك يجب على الحكومة أن تضع اللمسات الحقيقية من أجل مكافحة الفساد. ونحن نعلم بأن كثير من الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى 2021 لم تستطع أن تجابه هذه الآفة، ولم تستطع أن تكافح هذه الآفة رغم كثرة اللجان المتابعة لهذه الآفة. والسبب في ذلك مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، أنه كثير من الفاسدين قد يكونون يعني ملتزمين من قبل جهات سياسية متنفذة في الدولة، لا تستطيع لا هيئة النزاهة ولا هيئة النزاهة البرلمانية ولا اللجان التحقيقية متابعتهم وكشفهم وأيضا محاسبتهم. والسبب في ذلك لأن الذين يقفون وراءهم هم المتنفذين وهم الذين هم أصحاب القرار. أستاذ أحمد، حقيقة إذا نرجع إلى الخلف شوية، أنه الإسلام عندما جاء أعطى للمواطن أو أعطى للإنسان
حق التملك وامتلاك الأموال، وأيضا أكد الإسلام في كثير من الآيات القرآنية على أنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإنما أموالكم وأولادكم فتنة. كل هذه الآيات القرآنية تعطي للإنسان حق التملك من أجل أن يبني وليس من أجل أن يهدم. وأيضا الإسلام أكد في كثير من الحالات وعلى لسان الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام على محاسبة الفاسدين الذين يتجاوزون على المال العام، يتجاوزون على أموال المواطنين. لكن للأسف الشديد، رغم أن بلدنا بلد إسلامي، يجب عليه أن يكون ملتزم بالدرجة الأولى بهذا الجانب وأن يحارب الفساد، لكن للأسف الشديد المحاربة ليست بالمستوى المطلوب الذي يستطيع أن يخلص الدولة ويخلص المواطن من هذه الآفة الخطيرة. طيب أستاذ محمد، يعني من ذلك شلون راح نعرف أنه أهمية تشريع قانون من أين لك هذا؟ أشار الأستاذ سعيد ياسين إلى الكثير من الخطوات، الكثير من اللجان، تأييد لهذا القانون، ولكن شنو أهمية تشريعه؟ يعني خصوصا خلال المرحلة الحالية لمكافحة تضخم الأموال، الكسب غير المشروع، ما إمكانية أن يمضي البرلمان به، خاصة وأنه طرح في دورات سابقة هذا الموضوع ولم يكتب له العبور. وأستاذ سعيد، أخذ تحية للنواب اللي يريدون أن يمرروا هذا القانون. بالتأكيد هو موضوع قانون من أين كلا هذا، حقيقة جاء على لسان المواطنين بالدرجة الأولى وبعدين وصل إلى مجلس النواب من أجل تشريعه. وكثير مثل ما تفضل الأستاذ سعيد، حقيقة هنالك عدد ليس بقليل من أعضاء مجلس النواب الذين أيدوا موضوع تشريع قانون من أين لك هذا، لأنه هذا القانون أنا أعتبره من أهم القوانين التي تخلص الدولة من آفة الفساد المالي. ونحن نعلم أن آفة الفساد المالي قد استشرت وقد تغلغلت بين كل مؤسسات الدولة العراقية، وأصبح الفساد وانتشر الفساد، وأصبح العراق حقيقة لا يحسد عليه بين دول العالم من حيث الفساد. فلذلك موضوع متابعة الفساد والقضاء على الفساد يحتاج إلى دعم، وهذا الدعم ليس فقط من الدولة. نحن كمواطنين واجب علينا أن نبلغ على موضوع الفساد في أي دائرة من دوائر الدولة. ولكن يا أستاذ أحمد، يا أستاذ سعيد، أعزائي، نحن كمواطنين قد نكون عرضا للمساءلة وعرضا للمراقبة وعرضا للمتابعة وعرضا للملاحقة من قبل الفاسدين، لأنه ماكو حماية تحميك عندما تبلغ على جهة معينة فاسدة وهي متنفذة في الدولة. فلذلك موضوع متابعة هذه الآفة تقع على أولا على المواطن، وثانيا على الدولة من خلال تفعيل هيئة النزاهة، من خلال تفعيل الجهات الرقابية، من خلال تفعيل القضاء، حتى الجميع يكونون يد واحدة، وبالتالي الفاسد هنا يقف أو قد نستطيع أن نقول قد يقلل من فاعليته في هذا المجال، لأننا جميعا متضررين من آفة الفساد. أستاذ سعيد، يعني العراق في حراكة دبلوماسي، يعني نتحدث عن تشريع البرلمان لهذا القانون، هل راح يعضد من جهود هيئة النزاهة في هذا المجال؟ وأيضا نتحدث عن العراق في حراكة دبلوماسي، وقع على اتفاقيات دولية، وقع على بروتوكولات تعاون، هل راح تترجم هذه البروتوكولات في ميدان تعضيد بصدد هذا المشروع أو هذا القانون في استعادة الأموال المسروقة، ملاحقة المتورطين في دول الخارج؟ كان مؤتمر أيضا جامعة الدول العربية لاسترداد الأموال المنهوبة. صحيح. احنا الحقيقة يعني في بخصوص هذا القانون، هو بالتالي يعني كما يعني أعرفها يكون تعديل قانون هيئة النزاهة بخصوص الكسب الغير المشروع وتوجيه السؤال من أين لك هذا. هذه المعلومات اللي عندي، وأتمنى أن يسير هذا التعديل بهدوء وبكل إيجابية من الأخوة في مجلس النواب. الآن هل هنالك يعني العراق يكون عنده، نعم يكون عنده مؤشر في تلبية متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في أكثر من 5 فصول، والعراق كانت عنده مراجعة في الفترة السابقة ب5 فصول منها. عموما احنا هناك أيضا قانون استرداد الأموال الذي يلبي 41 مادة من الاتفاقية، وهذا يعني بأن العراق مهيأ أن يكون جزء من التعاون الدولي من أجل تبادل المخبرين، تبادل المطلوبين، وتجميد وحجز واسترداد الأموال، على أنه هذه الأموال لا تدخل في الدورة المالية للدولة أن يكون يعني ممارسات فضلة في رصد. هذه مرحلة لاحقة. نعم. ولذلك هنالك دعم دولي حقيقة من الأنتربول ومن الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة المائي، وهنالك أكثر من اتفاقية مع الأمم المتحدة من أجل تطوير الأداء وكيفية العمل في مجال مكافحة الفساد وتهيئة المناصرين لعملية مكافحة الفساد من مجتمع مدني وشخصيات وإعلام. هنالك تعاون إقليمي حقيقة موجود مع عمان، مع الإمارات، مع الأردن، مع لبنان، مع إيران، وفي حال استكمال مذكرات التفاهم إلى أن تكون اتفاقيات ثنائية سيتم استرداد مطلوبين في الإمارات، هنالك مطلوب في الأردن تم سلمه، بالإضافة إلى مطلوب في عمان، وهناك ملفات مفتوحة في لبنان. وهذه العملية تعتبر رسائل مهمة جدا. هنالك استرداد تاجر مسبقا من إيران أيضا. الحقيقة هذه العملية تعزز دور العراق، بالإضافة إلى شجع على التعاون الدولي، ويعتبر مؤشر لجهود العراق في عملية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يبقى الأمر هي جودة التشريعات والتزام القوى السياسية بتكليف الخبرة والكفاءة والنزاهة في الوظيفة العامة. ما معقولة يعني هذه الأحزاب الكبيرة ما عندها أدوات خبيرة وكفوءة في إدارة الشأن العام، فأتمنى عليهم أن يكلفوا. بالإضافة ذلك تطهير كل من يدعي بأنه يستغل النفوذ السياسي ويستثمر النفوذ السياسي ويتاجر بالنفوذ السياسي على حساب الحركة السياسية، عليه أن يكشفون عنه ويرفعون عنه الغطاء. هذا جانب. جانب الآخر، هنالك أيضا مؤشر على الحركات الأحزاب السياسية هي مسألة تمويل الأحزاب، وهذه أهم مرتكز من مرتكزات الديمقراطية. الكشف عن تمويل هذه الأحزاب من أين، وهذا يعزز ثقة الجمهور بالنظام الديمقراطي. العملية متكاملة. احنا عندنا نحكي عن نزاهة، بعدين يجي تحت نحكي عن تعزيز النزاهة. لما تكون هذه عملية متكاملة في الداخل، نعم، كيف من الممكن أستاذ محمد أن تكون متكاملة أيضا مع الخارج؟ أشار أستاذ سعيد بقضية التعاضد مع الانتربول وغيرها من هذه المؤسسات الدولية بضرورة عقد مذكرات تفاهم حول رصد الأموال المنهوبة، ولكن ما هو شكل الاستفادة من الخبرات الأممية والشركات العالمية المعنية بالتتبع والرقابة، خاصة وأن أغلب شواهد عمليات الفساد قد طمست معالمها؟ بالتأكيد يعني عندما تعمل الدولة جاهدة على تفعيل بعض الاتفاقيات مع دول العالم ومع الأمم المتحدة ومع المنظمات التي تعمل على مكافحة الفساد، هذا يدخل في نطاق خدمة العراق أولا وخدمة المواطن العراقي. لكن لا ننسى بأن كثير من دول العالم لديها قوانين، وهذه القوانين تحمي سرية المعلومات التي لديها، وخاصة ونحن نعلم أن كثير من الفاسدين الذين هربوا أموالهم إلى هذه الدول، لا هذه الدول لا تستطيع أن تزود العراق بالمعلومات عن هؤلاء الأشخاص، لأنه قد لا تكون هنالك اتفاقية بين العراق وبين هذه الدول. لكن نشاط العراق خلال الفترة الأخيرة حقيقة، وهيئة النزاهة، والتفاعل مع الانتربول الدولي، أدى إلى مسك عدد من الفاسدين وجلبهم إلى العراق، ومثل ما تفضل الأستاذ سعيد يعني في الإمارات وفي إيران. لكن أنا عندي نقطة مهمة، هؤلاء الفاسدين
نحن نطالب بهم في الخارج وهم موجودين داخل العراق. يعني على سبيل المثال عدد كبير من الفاسدين ومن الذين سرقوا أموال الدولة ومن الذين دمروا العراق موجودين هم في شمال العراق الآن، تحميهم كثير من القوانين في محافظة إقليم كردستان. هذا على العراق أولا وعلى الحكومة الحالية، ونحن نعلم أنها حكومة خدمات وحكومة أخذت على عاتقها أن تعمل على برنامج استرداد الأموال. عليها أولا أن تعمل على استرداد الأموال ومتابعة ومراقبة الأشخاص الفاسدين الموجودين داخل العراق، حتى بعد ذلك يكون هنالك دافع لباقي الدول أن تتعاون مع العراق من أجل تسليم الفاسدين ومن أجل تسليم الأموال المهربة إلى العراق. لكن إلى الآن حقيقة هذا لم يفعل داخل العراق، ونحن على أمل أن تعمل هيئة النزاهة والإنتربول الدولي في وزارة الداخلية أن يعمل يدا واحدة من أجل جلب هؤلاء، وعندما يجلب هؤلاء إلى داخل العراق ستكون ضربة كبيرة إلى الفاسدين، وسيحسبون ألف حساب عندما يتحركون من أجل سرقة أموال الدولة. طيب هنا أيضا أستاذ سعيد، من أين لك هذا سؤال مشروع؟ بس المشكلة أنه الإجابة غائبة لحد الآن. حالة الكشف عن الذمم والتقارير الدورية اللي تعلنها النزاهة الاتحادية، هل هي محفزة أم دون مستوى الطموح؟ حضرتك أشرت أنه يعني إلى هيئة النزاهة وفيها دائرة متخصصة، سواء دائرة الاسترداد أو دائرة الوقاية، اللي نعم. من مهامها أنه كشف الذمم المالية وتجمعها. هسه هم ما يقولون منه اللي ما قدم الذمة المالية، ولكن تعرف الأمور بأضدادها، يقدمون أسماء النواب والوزراء وغيرهم من هذه الدرجات من قدموا أو كشفوا عن ذممهم المالية بشكل سنوي. قبل كان عملية عدم تقديم كشف الذمة المالية غير مجرم، يعني ها يعني فعل غير مجرم. الآن هو فعل مجرم، يعني نحتاج تفسير عن تضخم الأموال في حال وجود تضخم أموال. وسبق وأن نائب رئيس وزراء في الحكومات السابقة تم إطلاق صراحة بأنه لأنه يعني مو واجب أن يكشف، وهذا عمل طوعي يعتبر. الآن عملية مو طوعية، هي كشف الذمة المالية تنفيذ لقانون، وعدم الالتزام بها تترتب عليها عقوبات، يعني عمل فعل مجرم عدم تقديمه. هذا الجانب. الجانب الآخر، احنا قلنا هاي منظومة، احنا اذا نفكر بعقلية سياسية، هو العقلية السياسية تحمي نفسها وتحمي مريديها وداعميها وما شابه. احنا نحكي عن دولة ومنظومة إدارة حكم، وهذه المنظومة هي محل مساءلة، بنفس الوقت هي مسؤولة عن تنفيذ ما مطلوب منها من قوانين وأنظمة وفق الدستور. احنا عندنا اذا العراق ما يلبي المتطلبات، العالم ماذا يمكن ان يفعل؟ شنو مصلحة العالم؟ يقول لك انتم اذا تأذون او تضرون الامن العالمي وتسوون خلل على الطاقة العالمي، الحاجة الطاقة في الطاقة، انتم تمولون ارهاب، انتم عندكم غسيل اموال، هذه كلها موجوده. اذا احنا عندما تكون هنالك اطر قانونيه تمنع تردع تنظم اي عمليه، سيكون هذا مؤشر على للعراق بانه احنا قاعد نعمل، وعليكم انتم ان تعاونونا في هذه العمليه. اود الاشاره الى موضوع مساله التعاون الاممي. هنالك قرار لمجلس الامن يوجب على جميع الدول التعاون مع العراق في استرداد الأموال. فترة الدكتور العبادي يعني تم اتخاذ هذا القرار في مجلس الأمن، بما وهذا القرار يشمل حتى سويسرا، ولكن احنا علينا كيف ننظم. هنالك تحديات، جنابك ذكرت في جملة من الجمل قلت تكليف شركات، نعم وهذا أمر مهم في تشريع التكليف شركات قانونية بعد القرار البات في العراق، في القضاء العراقي بعد القرار البات يتم ملاحقة المطلوبين وتجميد وحجز الأموال واستردادها بعد إقامة الدعوة في هذه الدول. لأن احنا إذا نكون بس نودي الموظف لا القانوني التقدير إليه، لكن ليس لديه تحليل البيئة
لدى الدولة الملاذ. نعم، ما دام حضرتك تشير إلى أنه القضية سياسية فالقانون يجب أن يأخذ طرق أخرى. التطبيق لقانون من أين لك هذا أستاذ محمد؟ هل يخرج أو يخرج تصريحات من كونها رسائل تطمينات كما يشير أستاذ سعيد، أم يعني يخرجها من هذا الخانة إلى خانة اختبار مدى جدية محاربة الفساد؟ إحنا أمام تحدي كبير، فهي ليست القوانين وحدها كافية وليست المطالبات بل الأمنيات ليست وحدها كافية. أستاذ أحمد، إحنا أشرنا أنا والأستاذ سعيد حقيقة على أهمية مشروع أو قانون من إليك هذا قانون. طبعا حضرتك تعرف المواطنين يعرفون المشاهدين بأنه القانون طرح على مجلس النواب في عام 2019 ولم يشرع، والآن دعوة كريمة من بعض أعضاء مجلس النواب لتشريع، وأيضا دعوة أيضا من هيئة النزاهة ومن الحكومة لتشريع هذا القانون. من بنود القانون المؤلف من 20 بند هو أن على المسؤولين من مدير عام إلى أعلى إلى درجة الوزير أو رئيس الجمهورية عليهم أن يعلنوا عن ذممهم المالية. هذه الذمم قد لا تكون ليست فقط في بداية تسنمهم المنصب السياسي أو المنصب الحكومي، وإنما بين فترة وأخرى عليهم أن يعلنوا عن ذممهم. ليش؟ لأنه قد تتراكم بعض الأموال لديهم، وأيضا على الحكومة العراقية أن تتابع هذا الموضوع. الذي المسؤول الذي لم يبين أو لم يعلن عن ذمته المالية بأن لديه أموال خارج العراق، عقارات أموال، على المحاكم العراقية أن تصادر هذه الأموال ومحاسبة المسؤول. هاي نقطة. من المادة الأخرى الموجودة في القانون أيضا والمهمة، على المسؤول الحكومي عليه أن لا يأتي بأبنائه أو أقاربه أو قريبين إليه ويكونون ضمن الدائرة الحكومية التي يعمل فيها. وإذا ظهر ذلك فعلى المحاكم وعلى الحكومة أيضا أن تستبعد هذه الشخصية أو هذا المسؤول، لأنه ستكون هنالك أموال متراكمة على حساب المال العام وعلى حساب المواطنين. مسألة الاسترداد ومسألة المتابعة ومسألة السياسيين الذين يعملون جاهدين على حماية الفاسدين، هذه موجودة حقيقة، لكن نستطيع أن نقول أن الحكومة الحالية التي تعمل بجد من أجل مكافحة الفساد ومن أجل ضرب الفاسدين قد حيدت كثير من السياسيين الذين يدعمون الفاسدين، لأن الحالة ستصل إليهم، وبالتالي من الممكن أن ينالهم القانون، وهذا لا يريدونه. ولكن نستطيع أن نقول أن العباءة التي يغطون بها الفاسدين لا تزال موجودة رغم كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومن قبل الأجهزة الأمنية الأخرى ومن هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الرباعي المحلل السياسي في هذا الملف، أثريت الحوار، والشكر الموفور لجنابك ضيفا كريما في الاستوديو الأستاذ سعيد ياسين موسى الناشط في مجال مكافحة الفساد. نتحول وإياكم مشاهدي الأحبة إلى الملف الآخر نتابع فيه. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ضيفا كريما في الاستوديو ارحب به الدكتور مجاشع التميمي الكاتب والمحلل السياسي، اهلا بك يا دكتور ضيفا كريما. وكذلك انضم معي عبر سكايب الاستاذ برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من السليماني، اهلا بك يا استاذ برهان. دكتور مجاشع، سياسه الحزب الواحد تناميها في اربيل هل هي من فتحت بوابه انفصال السليمانيه وحلبش عن الاداره المركزيه في الاقليم؟
شكرا جزيلا استاذ احمد، وتحيه لكم ولضيفكم الكريم من محافظه السليمانيه. بالتاكيد يعني الخلافات الكرديه هي خلافات موجوده، لكنها تعمقت في الاشهر الماضيه، اي بعد انتخابات اكتوبر 2021، وهذه الخلافات واضحه جدا حينما شكك الاتحاد الوطني الكردستاني بالنجاح الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره حقق نصرا كبيرا في منطقه الاقليم كردستان العراق. على يعني اثر ذلك حصلت هناك الكثير من الخلافات، فيما يبدو ان هناك خلافات تخص تقاسم السلطه والثروه والنفوذ داخل الاقليم، ولا يخفى على الجميع ان هناك ربما مؤثرات خارجيه اقليميه تدخلت ايضا في هذا الموضوع. معلوم جدا ان الاتحاد الوطني الكردستاني لديه علاقات طيبه وقويه مع الجمهوريه الاسلاميه، وبالت الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لديه علاقات ايضا قويه مع الجانب التركي والجانب الامريكي. ولكن بالنتيجه هي خلافات موجوده ابتدات من سبعينات القرن الماضي حينما تاسس الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعلى اثر ذلك حصلت كثير من الانشقاقات. استمرت هذه الخلافات الى تسعينات القرن الماضي حينما اندلعت حرب اهليه يعني دمويه للاسف الشديد، راح ضحيتها الكثير من الناس الابرياء. لكن بفضل يعني قياده حكيمه من قبل الرئيس مام جلال رحمه الله عليه، واضافه الى رغبه من قبل القياده حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامه السيد مسعود بارزاني، هناك اصبح تقارب في وجهات النظر، اضافه الى تقديم المصلحه الكرديه على المصالح الحزبيه. ولكن للاسف الشديد ما يعني توفي المرحوم مام جلال حتى عادت هذه الخلافات شيئا فشيئا. واضح جدا ان للاسف الشديد الضعف الذي ظهر داخل الاتحاد الوطني الكردستاني والانشقاقات وخسارته الكبيره في الانتخابات اللاحقه يعني ادى الى ربما ظهور هذا التنافس. ودائما للاسف الشديد لا توجد هناك جهات تقرب في وجهات النظر، وهناك الكثير للاسف من المحاولات لتعميق هذه الخلافات، تعميق هذه الخلافات ربما حتى متورطه فيها اطراف من بغداد واطراف اقليميه ودوليه، ادت شيئا فشيئا الى يعني وصول يعني الى ما وصلنا اليه اليوم في موازنه 2023 حينما انشقت الكتله الكردستانيه، وفيما يبدو واضح جدا ان هناك خلافات وصلت حتى الى التلويح بالانفصال. واليوم واضح جدا انه حتى الموازنه تشير الى امكانيه الحكومه يعني تقديم رواتب محافظه يعني السليمانيه اذا ما تخلى الحزب الديمقراطي، باعتبار الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من يسيطر على مصدر القرار السياسي في الاقليم. طيب استاذ برهان حياك الله مجددا، يتحدث الدكتور مجاشع التميمي عن هذه الاشكالات اللي حدثت، يعني هل بدا الاتحاد فعلا يبحث في نصوص الماده 119 ومسارات الدستور لتحقيق حلم الانفصال واستقلال السليمانيه وحلب شعان اربيل؟ نتحدث هنا مع انسحاب وزراء الاتحاد الوطني في حكومه كردستان. التحيه لكم ولي حقيقه ما قال السليماني لكردستان يعود خلافات يا استاذ تميم بين الاتحاد والوطني الكردستاني، كثير من القضايا بين الاتحاد الكردستاني وليس رؤانا ولكثير من الامور في اداره الاقليم، سواء كان في ملف النفط والغاز، في مساله الانتخابات، في علاقه مع الحكومه المركزيه، هذه كلها خلافات. ولكن في مراحله الاخيره وصل هذه الخلافات الى التمييز في التعامل مع محافظات اقليم كردستان بتفضيل محافظات اربيل ودهوك على محافظتي سليمانيه وحلبجه وادارتي رافرين وجرميان خلال الشهور الماضيه، وقاطع كتلتنا المزاريه برئاسه الاستاذ قباط طالباني رئيس فريقنا الوزاري في حكومه اقليم كردستان ونائب الرئيس في حكومه اقليم كردستان، قاطعوا جلسات مجلس الوزراء لاكثر من سته اشهر بسبب وجود ملاحظاتنا وقلقنا من اداره رئيس حكومه اقليم كردستان من الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص هذه المناطق من حيث تقديم الخدمات وتوزيع الثروات وكثير كثير من الامور الموجوده. وبعد محاولات والوساطات الداخليه والخارجيه عاد الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني الى اجتماعات مجلس الوزراء بهدف حل هذه القضايا، ولكن ليس حلا
ريان ونحن لتأكيد ولضمان حقوق محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي قميان والآخرين في موازنة وتقديم الخدمات والبنى التحتية. ضفنا بند ثامن في فقرة 14 من قانون الموازنة في حال إذا استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة أربيل برئاسة مشروع برزاني على التهميش وتفضيل المناطق على مناطق أخرى، لدينا الحق للطلب صرف المستحقات مباشرة إلى محافظة السليمانية. هذا ليس تقسيم، هذا لتثبيت موقع الإقليم ولإرجاع الحرية والمساواة في التعامل مع المواطنين إقليم كردستان. نحن مواطنون في العراق وإقليم كردستان حسب الدستور العراقي سواسية في الحقوق والواجبات. ليس هناك مواطنين في درجة أولى وأخرى في درجة ثانية وثالثة. هذا حزب الديمقراطي على فترة الماضية، ونحن كثير من القنواتنا سواء كان في برلمان إقليم كردستان في حكومة إقليم كردستان حاولنا أن نعيد المساواة والتوازن في إدارة المحافظات ولكن دون جدوى. وطلب هذه المادة في قانون الميزانية هو لإرجاع العدالة والتوازن في هذه العلاقة. طيب دكتور مجاشع، يعني الديمقراطي الكردستاني وصف هاي المساعي بأنها محاولات الابتزاز السياسي، وأيضا وصفها بالمناورة المكشوفة الأدوات. هنا نتحدث عن أنها هذه، هل هي جاهزة أم أنها سبب طبيعي للتجاذبات السياسية اللي حصلت بين الحزبين أو في كردستان بصورة عامة؟ يعني كما قلت انه يعني كانت هناك رغبه من قبل القيادات حينما كان يعني الرئيس جلال طالباني على راس الاتحاد الوطني الكردستاني. غياب الرئيس جلال طالباني يعني عقد المشهد اكثر واكثر. الضعف الذي اصاب الاتحاد الوطني الكردستاني ايضا تسبب في ربما طموح لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتوسع، وبالنتيجه هي اصلا الازمه موجوده سابقا وموجوده حتى على مستوى يعني اللغه، على مستوى الثقافه والتقاليد. يعني اللهجه في السليماني مختلفه تماما، بعض التقاليد مختلفه تماما. يعني هناك من يتحدث حتى على مستوى يعني خريجي الكليات لا يفهمون اللغه بين محافظه واخرى، هذه معلومه ربما لا يعرفها الجميع. يعني اللغه اللهجه السورانيه مختلفه تماما عن اللهجه الموجوده في محافظة أربيل. وبهذا فأصلا يعني أساس المشكلة والخلافات موجودة ناهيك يعني بدرجة الأساس عن التدخلات الإقليمية. وجود إقليم كردستان يعني هذه المنطقة منطقة يعني تشهد ازدهارا على مستوى الجانب العمراني، على مستوى الخدمات، على مستوى الاستقرار السياسي، ربما يؤثر حتى بالنسبة على الدول الإقليمية، دول المجاورة التي فيها يعني قومية كردية. وبهذا كانت هناك بالفعل يعني مؤامرات على هذه المنطقة. أنا أعتقد أنها شيء طبيعي، ولكن للأسف الشديد فيما يبدو أن يعني المنافسة والحصول على يعني مصادر الثروة باعتبار الإقليم لديه ثروات كبيرة من الغاز والنفط، إضافة للمنافذ الحدودية، هذا عقد المشهد أكثر وأكثر. إضافة إلى للأسف الشديد عدم فهم مفهوم الفيدرالية في العراق. يعني فهمت الفيدرالية من قبل الحزب يعني القيادات الكردية على أنها أشبه بالاستقلال السياسي، وكان هناك غياب تام لدور الحكومة الاتحادية بغداد في على الأقل تقريب وجهات النظر. للأسف الشديد هذا الابتعاد بين المركز والإقليم أيضا تسبب في هذه المشاكل. مشاكل تتعلق، أنا أقول أنها أيضا مرتبطة بضعف بغداد. يعني ضعف بغداد خلال السنوات الماضية أثر بشكل واضح على تفاقم هذه الأزمات، وبالنتيجة اليوم وصلنا إلى أزمة خانقة. وهذه ليست هي ربما هي الأزمة الأولى. إذا عدنا قبل فترة يعني حادثة اغتيال أحد قيادات العسكريين المنشقين يعني هوكر جاب المنشق من الاتحاد الوطني الكردستاني، واتهام الحزب الديمقراطي يعني اتهام الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتحاد الوطني الكردستاني باغتياله. هذا ايضا واحده من الاسباب التي ربما عقدت المشهد اكثر واكثر، اضافه الى الانشقاق ودعم قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني للسيد مسعود بارزاني وللديمقراطي الكردستاني بانه دعم لي يعني الشيخ جنكي حينما حاول ان يشق. يعني هناك اتهامات بدعم
هذه الشخصية لشق الاتحاد الوطني الكردستاني، ولهذا يعني فيما يبدو أنها تفاقمت الأزمة أكثر وأكثر، إضافة إلى أن يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث أكثر من مرة عن أن الاتحاد الوطني الكردستاني بمنع عن المصلحة الكردية، وهذه اتهامات. أنا هنا أتحدث لنقل وجهة نظر الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي تحدث أكثر من مرة عن أن الاتحاد الوطني الكردستاني لم يكن لديه المواقف، خصوصا تجاه القصف الذي تعرض له الإقليم، خصوصا في الفترة التي لحقت تشكيل التحالف الثلاثي الذي حصل بعد الانتخابات. لهذا للأسف الشديد كل هذه الإشكاليات وهذه المشاكل لم تحل، وللأسف الشديد العقدة أو المشكلة الموجودة في بغداد وهو ترحيل الأزمات بات أيضا هذه القضية ترحل، أيضا قضايا الخلافية داخل الإقليم ترحل كما ترحل الأزمات في بغداد. لهذا لم تعالج هذه الأزمات وتفاقمت الأزمات إلى أن وصلت إلى هذه الحال. اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم الديمقراطي الكردستاني بأنه للأسف يعني لم يقدم يعني تقسيم للثروة، وهذه السياسة يعني أصبحت تقدم منذ ذلك الحين، منذ التغيير أصبحت تقدم ترحيلات وليس معالجات. إذن أستاذ برهان، يعني الإقليم لما يكون أيضا في هذه في هذا الجو العام مقبل على انتخابات برلمان كردستان، وهاي الانتخابات أيضا مختلف عليها بين الحزبين، هنا شو راح تكون فرصة هذا القانون؟ هل فرصة استبعاد فرضية انفصال السليمانية تكون حاضرة، أم أن تفاقم المشكلات راح يكون هو الحاضر؟ كان هناك مشكلات وخلافات بين الحزبين، ولكن في مسألة الانتخابات يعني نحن مقبلين على الانتخابات، وكان على أساس في شهر 11 الماضي في 2022 هو موعد الانتخابات وانتهاء ولاية البرلمان في دولتها الحالية، ولكن بسبب الخلافات على قانون الانتخابات وطلب تعديل القانون الانتخابات من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وجميع الأحزاب السياسية الأخرى في كردستان من المعارضين والمشاركين في السلطة بتعديل القانون ومن جهة وحزب الديمقراطي من جهة واحدة رفضوا الانسياح وتعديل القانون، لأن القانون المعمول في إقليم كردستان للانتخابات قانون قديم شرع عام 1992 ولا ينسجم مع متطلبات روح العصر. قانون إنسان دائرة واحدة لن يعطي الفرصة متساوية للجميع المناطق والأقصية والنواحي والمناطق النائية لانتخاب ممثليهم يمثلهم في برلمان إقليم كردستان والمتمسكين بهذه القانون القديم، رغم أننا نحن نعلم في العراق مثلا كل دورة انتخابية هناك 5 دورات من مجلس النواب كل دورة بقانون جديد، يعني لماذا هذا التمسك بهذا القانون هو لمصلحتهم فضلا عن سجل الناخبين هي اكثر من 500,000-600,000 من الموتى لم يشترط اسمائهم، مساله المكونات القوميه والاثنيه الكوتا في اقليم كردستان محتكره من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. نحن طالبنا بتعديل هذا القانون واجراء الانتخابات وهم رفضوا الى ان انتهت مده البرلمان، والان المحكمه الاتحاديه رفضت تمديد ولاية البرلمان إقليم كردستان بعدم جوازها القانونية، تورينا الآن إقليم كردستان فراغ قانوني ودستوري، ويجب أن يكون إذا صار الانتخابات يجب أن يكون في القانون القديم وتحت إشراف مفوضية العليا للانتخابات في بغداد. هذه المشكلة. نحن في اتحاد الوطني الكردستاني رغم ملاحظاتنا على قانون الانتخابات وكأمر واقع مستعدين إجراء الانتخابات في أي موعد يحددها المفوضية العليا الانتخابات في العراق لإنهاء هذه المشكلات، ونقطي مرة أخرى الحق للشعب إقليم كردستان ليختار من يقوده في مرحلة قادمة والشرعية للشعب، وليس بإمكان حزب الديمقراطي الكردستاني فرض هيمنته وسلطته إلى ما لا نهاية. وبخصوص ما قاله الأستاذ التميمي في وجود الاختلافات بين السليمانية وأرمينيا بخصوص اللهجات والجغرافيا، هاي شيء اعتيادي، كما كان موجود الخلافات في اللهجة بين محافظات الجنوب مثلا بين ديالى وكربلاء وبصرة وموصل، هاي اعتيادي.
هاي اختلافات طبيعيه اللي يكون بين محافظه واخرى في اللباس في ليس لكن لا تصل الى حد التمييز يعني هذا ما كان اقصده الدكتور مجاشر. نعم انا اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حدثتنا عبر سكايب من السليمانيه وشكر موفور لحضرتك الدكتور مجاشر التميمي الكاتب والمحلل السياسي ضيفا كريما في الاستوديو وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه في امان الله.